ماجده الجامده ماتت خلاص بقى، يعني هيحطوا القطن؟ ما ابوس ايدك كفايه. يخلى سبيل المتهمه بضمان محل اقامتها. حضرتك تقدري تتفضلي دلوقتي، بس لو هتسافري لازم تبلغينا قبليها. اتفضلي. قتلتها ليه يا راغب؟ كان لازم تموت. ماجدة قالت اه، وبعد كده قالت لا. واللي يقول اه بيعرف، لو قال لا بعد ما عرف يبقى بيلوي دراعي، وانا دراعي ما بتلويش. وسيادتك عارف بقى ان انا متهمه؟ وعامل حسابي دنيا اطلعي خدي الدش بتاعك، وخدي حبيتين الزناكس واقرا لها الفاتحه ونام، وفاري الدراما دي للسينما اللي انت بتعمليها. ايه اللي جايبك يا ديزل؟ ما عندكش شغل النهارده يعني؟ يا عم تامر، وانا جاي عزبه ابوك النجمه جدع اللي طلباني بالاسم. الله العظيم، انت محدش يا ابني يعرفك غيرنا. خرب بيت غتتك، انت اكيد انتاج، وربنا يا ابني طلباني بالاسم، اسال حتى اللبيسه بتاعتها. ماشي يا اخويا، متصور جوه. طب اجي هات لي كوبايه جوافه باللبن على حسابها عشان خاطر النجمه. بس بقول لك ايه. ايه الواد عماد فين؟ تليفونه مقفول ومش واقف عند العربيه بره. عماد السواق الحكومه يا ابني جت خدته امبارح، تخيل طلع هو اللي هتنور ده كمان. خش ديزل. هما مش الغلابة لبعضهم برضو ولا ايه؟ عرفت تجيب زهرة بسرعة كده ازاي يا ديزل؟ اللي فهمك انها رجولة غلطانة يا عماد، مش رجولة انك تشيل القضية مكانها. مكان مين؟ دنيا صياد. دنيا صياد ملهاش دعوة بأي حاجة بتحصل. امال بتشيلها مكان مين؟ انا لا هي منك ولا من وكيل النيابة. عملت كده ليه يا عماد؟ نصيب. انا ما كنتش عايز اقتلها، بس الشيطان شاطر. مين اللي أجبرك تعمل كده يا حمار؟ طلع موبايلك. افتح الفيس واعمل بحث على اسمه. عشان دول تربوا تربية كويسة، تدخلوا مدارس محترمة، يلبسوا هدمة نظيفة بدل هدوم الوكالة اللي بلبسها لهم. وبعدين أنا كده كده جدتي بتتاكل كل يوم، في إيه بقى لما أموت بدري شوية؟ بقى كله عشانهم. أنت مجنون؟ في حد أبوه قتل هيعيش عيشة نظيفة في البلد دي؟ أمهم هتاخدهم على أبعد حتة فيك يا بلد لحد ما تنسي. والعيال لما تسأل أمهم على أبوهم هتقول لهم إيه؟ هينسوا. مفيش حاجة ما بتتنسيش. الفلوس اللي لو اشتغلت العمر كله ما هعرف ألم ربعها هتنسيهم، وهتحنن الدنيا عليهم. ولأخوك لو مش بتشيلها مكان دنيا صياد بتشيلها مكان مين؟ قول لي يا عماد. نفسك يا ديزل، ولو افتكرتني بقرا لي الفتحة. مساء الخير يا ست الكل. تعال يا ديزل، قالوا لي انك هنا من بدري، امال غطسان فين؟ والله استاذه كان عليا الظهر، رحت الجامع لقيته لسه ما ادانش، فقلت قايل شويه صحيت بعد العصر. وصليتوا؟ لا، اصل النوم بنقض الوضوء، فقلت اصليهم الاثنين قضا ان شاء الله. اها، وحد يعمل اللي انت عملته ده؟ معلش يا استاذه بقى، بحب حضرتك.
قصدي انا بحب اعمال حضرتك واحفظها كلها والله. طب خد دول. ايه دول يا استاذه؟ دي حاجه بسيطه عشان خاطر العلاج. شيل فلوسك يا استاذه بعد اذنك. يا استاذه انت ما صدقتي. الله، دي كده عزومه مراكبيه. لا والله يا ابني، والله العظيم ما له لزوم. في مثل بيقول علمنا اصطاد وما تدينيش سمكه، وانا يعني شغلانه الدوبلير دي يعني مش جايبه همها على الاخر يا استاذه. يوم وعشرة لا، فالخدمه اللي سيادتك ممكن تخدمها لي انك تشوفي لي شغلانه ثابته تبقى عملت معايا فوق الصح. ادخل. مساء الخير يا استاذه. معلش، الواد السواق اللي انا كنت وعد حضرتك بيه اشتغل مع ناس ثانيه ومرتاح معاهم، فاستاذن حضرتك بس معلش يومين بالعدد، مفيش اكتر منهم، وهكون جايب لحضرتك سواق تاني غيره. ماشي يا تامر، شكرا. تحت امرك يا استاذه. لا اله الا الله، وعز الجلال تلا استاذ امي على طول تقول عليا انت مولود في بورنوس ومرزق. يعني سيادتك بتدور على سواق وانا واقف قدامك؟ وانت بتعرف تسوق؟ بعرف اسوق يا استاذه. حضرتك شفت فيلم السرعه والغضب؟ ايه السرعه والغضب ده؟ السرعه والغضب يا استاذه بتاع فان ديزل والصخره، فيلم فاست اند فلوريست في الرياسه. فاست يا استاذه؟ لا ما شفتوش. لا وانا لسه ما شفتوش، هنشوفه سوا ان شاء الله. استاذه انا في ممكن اروح اسكندريه مرشدير، معايا رخصه درجه اولى. هستلم الشغل امتى؟ لا والله. انا عايز اقتصد الفيلم. الظهر اللي انا عرضتها زياده عن اللزوم. كده احنا خلصنا الجزء السابع من فاست اند فلوريست، ندخل بقى في الجزء الثامن من فاست اند كاتافاست. لا يا عم كفايه، والله العظيم انا مصدقاك، انا ده بقى هشوف في السينما. طب بما يرضي الله، بامانه ربنا عمرك شفت ركنه دي في فيلم امريكاني؟ ركنه ايه يا ديزل؟ ده انت كنت هتموتنا. هموتك بعد الشر عليك يا استاذه، بالعكس انا السواقه دي كلها عشان اطمن حضرتك. لا الله يطمنك، والله ضحكتني وانا ماليش نفس اضحك. الاستاذه دنيا الصياد ملهاش نفس تضحك. امال مين اللي هيبقى ليه نفس يضحك يا استاذه؟ اشمعنى؟ على اللهم لا حسد، خمسه وخمسه في عينيا، ربنا مديكي كل حاجه. انت بتحكم على الناس من بره يا ديزي. والله العظيم من ابسط نعم ربنا عليكي، واحده زي اختي دي ما بتحبش حاجه في الدنيا زيك، يعني لو عرفت ان انا قابلتك فيس فاصون، يعني اتقابلنا كده في الحقيقه والمسافه دي بيني وبينك وربنا تعمل لي مقام. ايوه. ازيك يا عفاف؟ نسوان؟ نسوان وانا في البيت وامك جوه؟ هي ناقصه نجاسه يا شرد يا بنت الكلب، دي النجمه دنيا الصياد. اقلعي النجمة عشان تتاكد. اقلعي يا ديزي الكابتشول. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هدي في حد ذاتها نعمه لا تباع ولا تشترك. نعمه ايه ديزي؟ تغمى عليها. حب الناس من الصدمه، عمرها ما شافت بيومي في وضع الحقيقه، ما بالك بقى انها شافتك. شافتني ايه؟ بقول لك اغمى عليها. مستهونه بنفسك انت يا نجمه. بنت عفاف يا بنت. ايوه هي يا بنت. استهدي بالله يا نجمه، اتعلمت الرشيتي ده اللي هيخليني انا اللي يغمى عليها دلوقتي. امال هي تفوق ازاي؟ انا عارف هتفوق ازاي. عفاف عفاف امسك يما البصل، انا هجرب حاجه دلوقتي، لو ما فقتش اقلع شبشب. ماشي. اختي وانا عارفها ما تفوقش غير بالطريقه دي. منورانا يا بنتي والله. ميرسي، ده نورك. الله، دي صورتي. شايفه العيشه؟ معلق لك صوره اكبر من صوره ابوها وامها. ايوه يا بنت هي. بجد؟ اه. يا لهوي. انا قد ما بنت زينب بتتوب وتعطي. قسما بالله العظيم ياما نفت مرتين واحنا جايين في الطريق. انا مش مصدقه، انا حاسه اني بحلم. ده انا والله العظيم اللي مش مصدقه كل الحب ده. سيب ايدك يا بنت، لا جالها حساسيه ده مش زينا دي. مش حسين. طب بقول لك ايه، خديني معاك اشتغل معاكي اي حاجه، ان شاء الله ممثله زيك. واخوكي هيوافق؟ ده انا اكسر دماغها، عايزه تمثلي وتجيب لنا العار، الناس تقول عليها ايه؟ طبعا عاملين فرصه سعيده جدا. لا مؤاخذه يا استاذه، والله ما اقصد يعني، بس ده منظر ممثله. ما حصلش حاجة.
ولو انت ما عندكش مانع وانت نفسك تشتغل انا اكون مبسوطه قوي انك تبقي معايا في البيت ده من دلوقتي ورجلي على رجلي. لا لا بكره ان شاء الله بكره. فرصه سعيده. هلا يا سعيد. بعد اذنك. ايوه طيب. بقى ابنك الواطي اتصل بيه على المحمول يعمل لي بلوك. انا ابنك يبلغني. معلش يا مبطة اصله مشغول شويه اليومين دول. مشغول فين ما هو. لا ايه في ايه دنيا دنيا الصياد الممثل. يا بطة انت يا بيت انت يا بطة انت يا بطة. ايوه ياما فيه ايه عارفه مين هنا يا بيت. هيكون مين يعني ياما. الممثله دنيا الصياد. دنيا الصياد مين الممثله تحت اليومين دول ومحاصره في خدها الشمال. وانت عجلة هو عجلة. ما ينتم منك يا مبطل. هي الحرب قامت ولا ايه؟